المجلس الانتقالي الجنوبي، يهدد الجنود السعوديين بدفنهم أحياء، والإمارات تتخلى عن المجلس الانتقالي الجنوبي وترفض التدخل لإنقاذهم. فلنشاهد التفاصيل. يبدو أن عدن وبعض المحافظات الجنوبية قادمة على جولة جديدة من الصراع العسكري المسلح بين الأطراف المتصارعة بتمويل من قبل طرفي التحالف السعودي الإماراتي في اليمن. وكشف الصحفي الجنوبي صلاح بن لغبر عن الخطوط الرئيسية للخطة العسكرية التي تشرف عليها القوات السعودية التي ضاقت درعا بميليشيا الانتقالي الجنوبي، ولا سيما بعد التفجير الذي استهدف قوة سعودية في عدن قبل أيام. وقال الصحفي الجنوبي صلاح بن لغبر في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر بأن الهجوم سيكون من 3 محاور عسكرية من تعز وأبيان والساحل الغربي، بضمان تطويق ميليشيا الانتقالي وإنهاء سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن. واعتبر بن لغبر تحريك القوات الحكومية التابعة للرئيس هادي من محافظات حضرموت وشبوة ومأرب بمثابة المسمار الأخير في نعش اتفاق الرياض والذي رحل بهذا إلى مثواه الأخير. وقال بن لغبر الهجوم هذه المرة سيكون من 3 محاور، من تعز بقيادة الجبولية المخلافي ومن شقر بقيادة الشدادي، وأضاف ويتولى تنظيم القاعدة بقيادة لؤي الزامكي قطع طريق الساحل الغربي ونصب الكمائن في ذباب من معسكر العمري، وهناك قائد واحد على الأقل من العمالقة تم تأكيد شرائه.